بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الحلقة 23 من حلقات السيرة النبوية. سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو التاريخ من نوربت هاي سوستن يوك في النو، ويكون الحديث فيها عن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. نبي عليه الصلاة والسلام مكة عفوا مدينة عند قبو كسرات شو تلالاك النا تاريكاوي سراوت يمجمرا ومسجد مجنبات نبر بلنا. طبعا مسجد تقنبا صلاتم أذانم ترنقق صلاتم مشروع النتو تتنقق كذبوا هلا عبادات شون يكتلالو. هنا نبي عليه الصلاة والسلام كسراتشو تلالك سراوش مكاكل عنده من نبرة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار بمهاجر روش النابة أنصاروش مكاكل وندما ما تنتن ما مسرت نبرة وندما ما تنتو طبعا نقرقن ما قرانية النابة ما تأمر نبرة مهاجر روش عندما تاكو سدة ونوش ناتشو أقراتشو انتلو نبرتاتشو انتلو يمتوت ناتشو አንሳሮች የሚባሉት ደግሞ ረዳት ደጋፊዎች ናቸው የመጡትን የተቀበሉ ልዩ ሰዎች ናቸው ረዲየላሁ ዐንሁም ወረዱ ዐን ያንሳሮች ባህሪያቸው ምንድነው እንደሚታቀው ካና ሚን ሰጃየ ለአንሳር ይላሉ የአንሳሮች ባህሪያቸው ተፈጥሯዊ ባህሪያቸው እንዴት ነበር ወከረመህም انهم كانوا يتنافسون في انزال المهاجرين واستضافتهم في بيوتهم تام ملكان بحري يتلبسوا كمونات يتنسى مهاجروتين سدتنيوتين بمقبل لاي يوددرو يشقددمو نبر اني غا نعرف اني غا مهون الله بيالو ليو فككرنا وددر بمكاكلاتو نبر وكانوا كما قال الله تعالى عنهم الله سننسو سيناجر اندالو هنيتا نو بحرياتو والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم كالناس بفيت أجرن يزو يتكمتو يمدينا سوت إيمانم لبات شوز تمتاشتو يتكمتو سوت يحبون من هاجر إليهم ودنسو يتسدد سو بتآمي ودالو على الله سبحان الله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا النزي مهاجروت بميستاتو مانن يوم نقر عندات كريتا لباتشا وست اي فتر مال الله منم عند مكرمي لاتشو ام ياسك اي ماتشو منم نقري اللهم كزام الفو ويؤثرون على انفسهم كراساتشو ياسبلت قالو كراس ما اسبلت ميبالو ايثار ميبالو ايها الاخوة والاخوات ايالو عدلم ايافلقى ينقروا اياسفلقى اني يقرب بي بلهو اصالفوا ليلين مستط ايثار ميبالو ايهن إثار ميبالو أني يقربين نقروا يسفل لغنيا أني يعني نقر فلاقي هنا هنيا يالو يقربين يني بيجي أسالف في ليلة سو مستط لم يسفل لغو ليلة سو مستط إثار ميبالو هنا ما أسبلت راس انتتو لليلة أسالفه مستط يهنا ببرباري أتشو ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص أي شدة الحاجة دهنت بتقام بينو رباتشو يا تو ينتو بهونو ما سلفو يسطالو هذا ميزة للأنصار أمتازهم الله بها الله النسو بيتشا يمرطبت لي يملا أين نحن من هؤلاء نيا زاريه سميت ألن كراس هاتشنا سلفن مستت يكرنا ما سبلت يكرنا ليلة سو ليلة مسلم وندماتشن بمياقين يونبر
سنتو تشاتشنن ايناتشن يميكالاو لباتشن يميدماو لا اله الا الله ونتني امان يوتشنجنيو الله عند الناس يادرغن ويؤثرون ولا يجدون حاجه في صدورهم مما اوتوا مهاجروش بتسطاتشو نجر منم قريتا وسطاتشو يلم منم ما يسماتشو እንደውም በጣም ደስ ይላቸዋል ይህ ነው እነተኛ ወንድማማችነት ይህ ነው በእነተኛ በላ ኢላሃ ኢላላህ መተሳሰር ይህ ነው የተውሂድ ተሰስር ወጤቱ ይህ ነው ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ስለዚህ الله من አለቀጥ ومن يوق شح نفسه ينفسن سست يتطبق سو ينفسن ينفسن نفقنت يتطبق سو فاولئك هم المفلحون سبحان الله انديه بلو الله قلت سوحة شوال فعلا منبروا رضي الله عنهم ورضوا عنه لزينا رسول صلى الله عليه وسلم أنصار وچن مودد إيماننا أنصار وچن يمدينا سوچن مثلات نفاقنا يالوت لمدينا سوچ ينبرات شو فكرنا وديتا يلاك ينبروا رسول صلى الله عليه وسلم لزينا سابقاوي نتاتشو ليتي على نبرة ما أن نتاتشو ليتي على نبرة إيمان لباتشو وستقبتو بتككل هنا أنسى باركوان يهم بتشال اللم كتلني ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب والإيثار قوة نبي عليه الصلاة والسلام صحابة وشقا ينبرون فكر اندزيهم دمو راس أسلفو لليلا لراس ميقبان أسلفو لليلا مستت كما نورم قا بتج أماري إيه نقر يبلت اندي التناكر اندي التساسر من هذا الرقو عقد الأخوة بينهم وبين المهاجرين بأنصاروا تشنا بمهاجروش مكاكل ليو اندماوي تسسر فتروا فجعل كل أنصاري ونزيله أخوين من هذا الرقو رسول عليه الصلاة والسلام عنده أنصار من يوم أنصار كمهاجر وتشو وندم انقدر النت أرجو يتقبله ونسويه وندم هذا الرجل رسول الله عليه وسلم وكانوا 90 رجلا إلى بعدك عليه زت أنا سويت كنا رسول الله عليه وسلم وندم ما كنا يمسرة الله تشو 45 وتشو مهاجر وتشنا تشو 45 وتشو أنصار وتشنا تشو 45 أنصار وتش 45 مهاجر وتشن تقبلوا إني قام هنا اللي بلو ياكس قبونا برو يهي نتسسر اللي تناكر وندم هنا وبلو كترى وندم النت يبلت تسسر اللي تناكر هذا الرجل صلى الله عليه وسلم فآخى بينهم على المواساة ملو بملو اندي اصناناو ملو بملو لك عند الناس وعند أباته لجادر قوين ديايو وعند ما ماتنة مسرته وأنهم يتوارثون فيما بينهم بعد الموت حتى درجة اسكما درسة كولدت عند أتون قوان بيموت اسكما ورارس درجة يدرسال له على الرسول صلى الله عليه وسلم دون ذوي الأرحام كزمدنا كزمد سو كزمد وجي النزيم بتج أماري ورس ميقبات شو سوچنا شو بلو دنقق الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كذابوا هلا يورسوا قدي تشارة قال الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فالله قرآن مسارت آهن يصدقون يتوسن ومترشوا والساني من دنو يزم دنا بالي بتوشنا اتشو بورس عندو لليلة وميقبا يزم دنا بالي بتوشنا اتشو على الله سبحانه وتعالى يزم دنا تسسر كليلة أي ورس مورارس قدي تعالى اللهم مالتنا وإلا أول الأمر اسكت لانه اسكت انا كلو الرس عندي اسكما ورارس درجه درس ادرسها نبر ما ورارس واقومه نغرغن وندم ماماچنته اندال قتله وكانت قد عقدت في دار انس بن مالك رضي الله عنه وانهم اجمعين ولو يتفصموا وندم ماماچنته با انس بن مالك رضي الله عنهم جميعا بيت نبره وكان من حب الانصار لاخوانهم المهاجرين انصاروت مهاجر لهون وندموቻቸው የነበራቸውን ፍቅር ወነተኛ ወንድማማችነት ወነተኛ ውዴታ ካንጸባረቁባቸው አጋጣሚዎች አንዱ ምንድነው انهم عرضون خيلهم على النبي صلى الله عليه وسلم ليقسم بينهم وبين اخوانهم المهاجرين سبحان الله يتيمر زافوچ ነበራቸው በጣም ውድና ትልቅ ሀብት ነው የተይምርዛፍ
ብዙዎቹ የተምር ዛፎቻቸው ለረሱል አቀረቡ ያ ረሱላህ እድሉን ለርሶ ሰጥተናል በእኔና በወንድሜ መሃል እኩል ከፈሉት ያው ንብረቴ ነው አለ ፈአባ አይሆንም አለ ላ ይሄን ይሃል አይሆንም አለ ፈቃሉ ምን አሉ اذا تكفون المؤونه ونشرككم في الثمره فقبل ذلك اشياء بقى ان انت يتوسنا طاطا نجر اجزون انيا يفري وطيتو سيمطا نكفلالن خلاص سلازي بسرعه هنا مالتنا لووتو يسرالو ابرو يكفلالو وكان سعد بن الربيع اكثر الناس مالا كصحابوچ اندنيا سعد بن الربيع ميبالو بتام هبطام نبره فقال لاخيه المهاجر عبد الرحمن بن عوف سعد بن الربيع ان عبد الرحمن بن عوف الرسول صلى الله عليه وسلم وندما ماتن استساسراچو ولتنا من علو سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف اقسم مالي نصفين ولي امراتان جنزبين نبرتين لهلت لكفل الله له اكل تكافلا نسد هلت مستوچ حالوي فانظر اعجبهما اليك فسمها لي اطلقها فاذا انقضت عدتها فتزوجها مستوچين هلتن ياچا يا مارچهن سمان نغرينينا افتالها اللو تكو منغر افتاتها اللو عدان تكتر لك انداتنا كيش تاقبات اللو يا الله هل شهد التاريخ مثل هذه الأخوة قبل تاريخ زينة واندمامات النتي رسوا علينا مسلمو تسي رسو تالينا مياساز زنو تزتا بتشاهنو كر يلم أن لم حقيقة يا الله ليو باريا وتشعلو نغر قنا نستنيانا تونجين وقليل من عباد يشكور يسون دزينان كسيب اللتم يقرمو يا عبد الرحمن بن عوف ملس نبه فقال بارك الله في أهلك ومالك الله نبرتهن ميهون بيتسبوتهن بركة يا درق الله بركة يا بزال له أين سوقكم يسرع المدال لونا يجب عيبوتهم بالشاسعين يلو عسايوت يبنوا قينقاع سوق سيما اللس بهلتو أقطنا كبيزو متا كتوسنك زيبو هلا قنزبات تراك منا سرتو سرتو يا مدينة سيتا قبا رسول صلى الله عليه وسلم جنقلاتو لاي يشتوك الريت يسيت شتوك الريت هايونا عقبتهان اندي هلت اهو أولم ولو بشاهاتين قالت بعند في الوين بقن بيهون دقس الناسر قابلان قالت رسول صلى الله عليه وسلم هكذا كان أخوتهم رضي الله عنهم وأرضاهم بس زينة ملكون أبر يمسر الرسول صلى الله عليه وسلم واندما ما تنتن تاريخ أيتوت سمتوت يما يكو بتعام ليو برك واندما ما تنتن يه يتمسرته واندما ما تنت بعند قل سب مهاجرنا بعند قل سب أنصار مكاكل يتفترة تسصر نبرا كذا بوحالا مسلموچو انغدي عند راسو نيتاله اگر وسط يتسباسبو عند اكل سلهونو فقد كانوا في حاجه الى تنظيم اجتماعي مهبراوي سرعه واقرو مغواز نبرباتچونا والى تعريف بالواجبات والحقوق الاجتماعيه مهبراوي هنا جديتا سرعات انديت مغواز لنبت يميلو حق مرقق سلالنبت وإلى أبرز النقاط التي تجعلهم أمة واحدة مستقلة عن الآخرين كليلو مهبر سبلا يتبان ملكو واتهونو مهبر سبو تشندهونو يميار رقاقطو ولو الرسول صلى الله عليه وسلم أسفروا وكانت في المدينة طائفتان أخريان سوى المسلمين كمسلمو تشوتشي هلت ليلو توقنوش نبرو تختلفان عنهم في العقيدة والدين والمصالح والحاجات والعطاء والعواطف والميول بهاي ما بأمنت فمسارتها يمنت قداي بهاي ما نوت بتكم بزنب بالي بفلاقوت كالنسو اجيك يتليو كمسلمو مهبرة سب يتليو هلت ليلوش مدينة وسط ميقنيو عنجاوش ويم هاي ما نوت تكتاوش عالو
الناس ما ناتو مشركوتنا يهودوت اليهود والمشركون تاري النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عينت ولوتن اسفروا اسكمطوال بمسلموت مكاكل يالاند ول بمسلموتنا بمشركوت مكاكل ياله ولنا بمسلموتنا بيهودوت مكاكل ياله ول اسفروا نبر الرسول صلى الله عليه وسلم ይሄ እንደ ህግ ሆኖ የተቀመጠ የረቀቀ ነው የሚከተሉት ሙሳኔዎች አሳለፉ ከሙስሊሞች ጋር በተያያዘ መልኩ ان المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم انهم امه واحده من دون الناس مؤمننا مسلم يهونو يا قريش يا مكه سوتنا يا يثرب يا مدينه سوت እነሱንም የተከተሉና ከጊዜ በኋላ አብረው የተከተቱ ሰዎች አብረውም የታገሉና ጂሃድ ያደረጉ ሰዎች እነዚህ ሁሉ ከሌላው ማህበረሰብ በተለየ ራሳቸውን የቻሉ አንድ ህዝቦችና ማህበረሰቦች ናቸው የመጀመሪያው ውሳኔ ነበር ሁለተኛው ነጥብ አጀንዳ ወይ ውሳኔ ያዘው ሁለተኛው ነጥብ وان اداء ديتهم وفداء سيرهم بين المؤمنين يكون حسب العرف السابق وانهم ينصرون المؤمنين في الفداء والديا عند سو بيتاثر ويم يونه شجر بيفطربت كاسا مكفل يدم كاسا مكفل يهون السن نصا لماوطات يمدرج ماننياوم غداي بمؤمنوش مكاكل يتكففل يهونا نغروم كزي بفيت اندالو لمد يقتلال باغرو اندتلمدو ببحالو باغرو اندالو لمد يقتلال يالو فداء لمكفل ميهون يدم كاسام لمكفل ميهون مسلمو كله يتبابرالو يكفلالو الدر ياسفلقم ليت على الدر اسلمنا راسون يچاله على ما كف الدرنا ونا مسلم بمهونه انزين نغروت ما مساتف ما درك ينور بحال قالك خلاص ايه نغر سي طفانو الدر تبلو يتمسرتو ليلام يستساسرن نغر يتفلقو سبحان الله يسلمنا متساسر يدفنوا سوستنيا وأنهم يقومون ضد المفسد والباغي والظالم كيد واحدة أقرأت فيه أم باقنا نامس أنيا قفنيا سوكال هلهم بأن دجهنوا اندك أومت اسما مالو ولو كان ولد أحدهم يأن داتشو لجبهن منكوا بدلنيا قفنيا أم باقنا أقرأت فيه ድንበር አላፊ ካለ በጋራ አንድ ስላይ ተሰልፈው መቃወም እንዳለባቸው ተስማሙ ማለት አራተኛ وانه لا يقتل مؤمن ولا انه لا يقتل مؤمن مؤمنا بكافر ولا ينصر كافرا على مؤمن ማንኛውም አማኝ ካፊር ዘመዱ ስለተገደለ مؤمن بمؤمن بكافر لكافر ተብሎ አይገደልም ሙስሊም ካፊርን ቢገል መገደል የለበትም ማንኛውም ሙስሊም ደሞ ማንኛውም ሙእሚን ለካፊር ወግኖ ሙስሊም ወገኑን ሙስሊም የሆነ ክፍልን ሊጓጋ አይችልም ይሄም አይቻለም አምስተኛ وان ذمه الله واحده وان ذمه الله واحده فيجير عليهم ادناهم واستنا موسد واستنا باند سو لا عند سو كوسده يا الله واستنا عندنا ስለዚህ ሙስሊሞች አነስተኛ ደረጃ ላይ ያለ ተብሎ የሚባለው ሙስሊም የሆነ ሰው ዋስትና ከወሰደ ሁሉም ሙስሊሞች ይጠብቁለታል ዋስትናውን የዛን ሙሽሪክ ማለት ነው ስድስተኛ وان من تبع المسلمين من اليهود فله النصر والاسوه ከይሁዶች መካከል ሙስሊሞችን ተከትሎ ከሙስሊሞች ጋር ከተካተተ ሊረዳ ይገባል كغنو من السلة ان السلف علينا له سبعتنيا وان سلم المسلمين واحد المسلموش سلام عندنا عنده سلاموي اسم منت كهونا قال ذاك كفتره مسلموش كله يهي بزي التزام هنا له سمنتنيا وان من قتل مؤمنا قصدا يقتص منه عسبنا فلقوا مؤمن مسلم هنا سو يجدله يجدلال الا ان يرضى ولي المقتول يموت حلافي اي اي جدل بلوس قال على درس ويجب على المؤمنين ان يقوموا ضد القاتل مؤمنو كله دغمو غدايون لمقاوم باند كل مسلف على باتشو 9
وأنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا أو يؤويه من نيوم مؤمن أديس نجرن يفترن سو بهاي ما نوتم يهون سو يقدلة يهون تشجر يفترن سو من نيوم أمان من نيوم مديس نجر يامت عن سو كلا لا مستت أيشلم أي فكرم لرداونا كلا لا لست أي فكر اللتم أسرنيا وإنهم إذا اختلفوا في شيء بعند نجر بمكاكلات شالم بابات كتفتره فإنما رده إلى الله ورسوله نجروا ودع الله إنه ودم لكتني وتملسه مفتهنا والسنه التلال يورد بتال بزيه يسمع ماله يميل بمسلموش مكاكل يتكمته والسنينا والسني هنا نتبه نبره النزي نتبه تنقريه نبي صلى الله عليه وسلم ناتي أسكمتت الله عز وجل رده كواحب من والسنين هنا هو اللي أستلال لفت يا مسلموش ما التساسر ثقنا دم بهني مثلا زيادة على هذا الميثاق بين المسلمين بين النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين حق الأخوة في أوقات ومناسبات شتى كزيه ولم بتج أماري مسلمون ترس برسات شو يوندم ما ماتشنت مبتات شون ويتن يوم قات أمي متك منا ما سكبر ما كبر عند اللبات شاس كمتو وحظهم على وحظهم على التعاون والتناصر عند الردادو عند التقاقزم كسكس هذا الرقو والتعاضد والتكاتف عند الجن دي هونو بدين دي تساسروا ما عزواتشو عزواتشو حتى سمت هذه الأخوة إلى أعلى قمة عرفها التاريخ تاريخ كم ياك أتشو ليو وندما ما تشن التسسر هلو يلاك تقلي درسة يهنو يسلمنا تسسر عندن الرداد دا عندن الدقاقف عند كان عندن هون عند قوام دي نورن عند اينت دين دي نورن عندن التساسب عندن كان عندن هون نمي فلقو ديناتن عندن بتاتن عندن اللاي عندن التشاتش عندن وقاكس عندو ليلاون ليلا نقر عندي لو عندن بتاتن اي فلقم ديناتن يهين يمي فلق سو اسلم الناون مقمقم ينور بتال لا بحق لاي ما السباسب يقدنو بحق لاي ما الربارب يقدنو أنبي مالت من يوم مسلم أي فكر اللتم أي تلم مبتال إلا منا يا الله تأزازنا ونا يا نبي صلى الله عليه وسلم تأزازنا ونا با الله النبي ملك تنيا تأزاز لا أما راج إلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أمان يهون وندوت ناسيتوك الله النبي ملك تنيا هون والساني كاور ركاستر اللفو بقول دايت سولا أما راج إلا راج أي تلم أي قبام إلى الله عز وجل وأما المشركون فكانوا على وشك الانهيار مشركون كاين دمو ليش مدمدو إلى الرسول بشافنا دار لا ينبرو حيث أسلمت أغلبيتهم مع ساداتهم وكبرائهم أبزان يوتشو مشركون مريو تشاتشو تلالك ملو تشو صوت أبزان يوتشو سلموان فلم يكن في استطاعتهم الوقوف في وجه المسلمين سلزي كمسلموش بتك أراني هنا ومكوم عيشل منبر أكمل الله تعالى. سلزي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. الناس لا يعزبته كالناس جاي تواولت عند قال لمن قالوا أنه لا يجير مشركا ما لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسه. من يوم مشرك. مدينة وسط مجن مشرك. يمكى مشركوتن نبرة ميهون لمشركو قل سب كلا لا مستة يفك على اللتم. ولا يحونه دونه على مؤمنين. عند مؤمن النزاع يدين ثلاثة لا إرمجة موصل بيفلق إنكوان ما تولي كلاكل أي قبه تعال كم قبات يلبت بهولت ما كان عارفه وكوتش إن دينه تعزز خلاص من ما ينتعال كم قبات أي فكر الله تشام مش كوتش ما تو كلا لاس يجسدو تكانت إن درس مكنيات مهني يلبت تشام أي فكرهم إن دي عينت مبت يلبت تشام تبعله وبذلك انتهى ما كانوا يخشى منهم سلزيبه مش كوتش بكل مسجع ونجر بس عينت قال تزق جامله خلاص يهين سمتا عرفو يكمت قالو مبتنا سلطان يلا تشو منا مبت سنل اندفلقو يمهون فان نمت قلات عمتتو ما سكمت عيشلو قال هنا بسلام زنبلو منور يشلالو يمنور مبتا تشو يكبر الله تشو واما اليهود كيهودوش قاقن يوصلو تمسم منت ليتانا نبرا فقد تم الاتفاق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الأمور الآتية ميكا التلوت النطب مسألة بمارك سمم منت تدرق كيهودا وشكا سلاماوي سمم منت شقر رفوز انداي فترو هي سلمنا هنا ما يكرك كلم كا
ككافر مقام التواوى لو نقرا له دينه ناس كبره ما ننت ناس كبره كان الناس قاعد تسمع ماله دينن بما يقارن ملكو انت توارده ساهون راسن اكبر اسكبره كيهودوچم قال لك اندزيو يمكبابر الناسهم حقاتهم يا راساتهم كبر طبقوا ينورالو እኛም ዲናችንን ጠብቀን መኖር እንችላለን ማለት ከነሱ ጋር ያደረጉት ስምምነት ምንድነው ተመልከት አስተዳደሩ ኃይሉ ለሙስሊሞች ሆነው ሁሉንም ዞር በል ከዚህ በለው እርምጃ ልወስድባቸው መብታቸውን አክብረውላቸው አስቀምጣቸዋል ነገር ግን ልካቸውን እንዲያቆም ነግራቸዋል انهم امته مع المؤمنين እንደ حزب ከሙስሊሞች ጋር አንድ አገር ሰዎች ናቸው አንድ حزب ናቸው ولهم دينهم وللمسلمين دينهم يهوداዎች ዲናቸውን እንዳያዙ ይቆያሉ مسلمين ورباتشوان ايان سلمهم كالو زو يقويالو مسلموچم ديناتون يزو يقتلالو وعليهم نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم كلهم يراسون وجي يشلال مسلموچ يراساچو وجي يراساچون يملكتاتچوال اليهودم يراساچو وجي يراساچو يملكتاتچوال منغستن اسجددو وشفن لي ليلو ايچنو ولتنيا وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفه بزي يهن ول لمقاومنا لمافرس يميموكر ماننياوم سو كمتا بغارا هونو ليفالمو ليواغو يسمامالو وعلى من دهم يثرب كل يدافع عن جهته مدينان بدنغت دنغتنيا طقات لمادرس ميغبو طلاتوش كالو مسلموچن ببكولاچو يهن قدادا مشفن اليهودم ببكولاچو يهن قدادا مشفن يجد يونباتچوان ثالثنيا وان بينهم النصح والنصيحه والبر دون الاثم بمكاكلاچو ممكاكر موايت يجد ينورال بملكام نجر وانجل ساهم وانجل نجر لاي مساتف هاي فكرهم أردتني وأن المرأة لا يؤخذ بإثم حليفه من نيوم قل لسب ليلة يتواوى على التوليلو تاكالوش كالو بالنزا وانجل إيها يزم اليهود كاليلو تاكالوش قايو هنا اسم منت ينوراتوال النزا أكالوش بفترو تشقر اليهود أيازم مسلموش كاليلو تاكالوش قا اسم منت ينوراتوال النزا بفترو تشقر مسلموش أيازم مالد أمستنيا وأن النصر للمظلوم مسلمين يهون كافر يعني من رداو يتبدلونه كتبدلو سوقون نسلف علن هي ما التاوك علبت يهود يهون مسلمين يهون سدستنيا وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين بطول النت ميلالا يسكالو قزيد رس يهودا وچم مسلمو وچم بطول النت بتيازة قداي يقارا وطيما وطاتي نور باتشوال طورنت لا اسكالو درس سبتنيا وان يثرب حرام لاهل هذه الصحيفه يثرب مدينه مالتنا المدينه يهي سممنتو سيغبو يهوداوتنا مسلموت مكاكل يتكبرت اغرنا لك مكه ان تكبروا بنسو مكاكل ليو كبرنا بوتا ميسطاو اغرنا يتلايو نغروتن بمسرات مدافر كبرون هايفقد سمنتنيا وانما يكون بينهم من حدث او اشتجار فانما رده الى الله ورسوله فمكاكلاتهم يهونه تجر كتفطر على مغباباتنا تكتك كتفطر وساني يملسوا ود الناس يغارا سمنت فلاغوت سايحون ود اللهنا ود ملكتنيا يهونال زتنيا وانه لا تجار قريش ولا من نصرها قريش يهون يا قريش رداتوچنا يمكا مشرك دغافيوچن كللا مسطت ايفقدم السرنيا وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم او آثم يهوي للناس من منت بدلنيا كتغني وانجلنيا كتغني يهسم من منت عاقدن بميل تسمامو اش يالو يهوداوچن فرمو وبهذا الميثاق انتظم المسلمون والمشركون واليهود من سكان يثرب في كيان واحد بزهنت ملكو بزيه اگر غارن يغارنت مسلمو مشركوچم يهوداوچم باند اگر طلاسر ابرو منور جمرو برغت اگر يغارا نو حيمانوت يگل نو زنبلو تبلو ايكيدم حيمانوت هلن يملكتال اگرن بغار اندم يملكت هلو نگر گن يانيو حيمانوتن طبقو ليهيد يچلال مريو هنيتاون ايتو هلنن باغبابو يا الله النا ملكتنياون تزاز طبقو بشريعه مسرت لياسترادراچو يگبال واصبحت المدينه وضواحيها دوله ذات استقلال وسياده مديناننا بزوريا يالوت راسون يتعال استدادرنا راسون يتعال منغست هونو تمسرته والكلمه النافذه فيها للمسلمين تفصامي ميهونو تكبار قال يا مسلموچ هونا
ورئيسها رسول الله صلى الله عليه وسلم مريوت رسول عليه الصلاة والسلام نبرو ونشط رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه المسلمون في الدعوة إلى الله رسول بنكات من كساكس يبلت يجمرو مسلمون كم بزيلين ينفلك تكتلوا بدعوة لا يتسمروا فكان يحضر مجالس المسلمين وغير المسلمين مسلمون يهون مسلم يعلمون سويت ميسا بسببت بوتالي يمتو دعوة تشوب بنت أن تكتلوا يتلو عليهم آيات الله قرآن ينبو الله تشو ويدعوهم إلى الله وذا الله يتأروا تشو نبر ويزكي من آمنوا من آمن منهم بالله بالله يأمنوا تنم دمو كنبروا بيت يشرك يا ونجل قشاشا نأدف بقرآن يتأروا تشو نبر ويعلمهم الكتابة والحكمة طبب النا قرآن النا حديثا يستمروا تشو نبر هكذا مرت المؤاخات بس زينة الملكو يمدينا أقر هنيتا سلام إنما الرقاقات انفطروا اللات أيها المسلم عندها نتنقر كما سرتك بها لنا كليلو تشقايا اللي هنقر ليتيا اللي هم يشلو وإلا دينهن تبكة دينشن تبكاش الله انفرتا بأقبابو ديناتشن من نار رام مدبت هنيتا ما مشاشت انجي ودا هايل ودا قلبت مهيدا انشلم هنيتاون ما جنازب هنيتاون مايت ييان دان مسلم قديتانو النبي صلى الله عليه وسلم هو بتعام يتكعنينا بتككل يتردع بتتشباتشو انديت منور اندالبت ياكال الله بسمانو تتكام يادرقن ورليلوش بمدينة وست ينبرو اركنوشم ان شاء الله وده بكتاي كفلوش لاي من ملكتي هنال هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.